أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، وأول حلقة من حلقات الموسم الخامس تأملات إنسانية. وزي ما كانت الأغنية بتقول: ابني وعمر ابني بلادك، حقق بالإصرار أمجادك. وإحنا برضو بالإصرار حققنا جزء كبير من النجاح اللي كنا بنتمناه وبنتمنى إن إحنا نوصل بيه ليه. وبكرم ربنا سبحانه وتعالى فضلنا مستمرين معاكم على الشاشة، على شاشة التلفزيون في الإعلام المرئي لمدة 5 مواسم متتالية. والموسم ده هنتكلم بعنوان ابني وعمر، وهنتكلم بعنوان عمار يا مصر. أنا قلت ابني وعمر عشان الأغنية، وبشكر طبعا صديقي العزيز منتج الأغنية الأستاذ نبيل بسيوني وكاتب كلماتها، وشريكه المهندس خالد جاهر رسول اللي شاركوا في إنتاج الأغنية وقام بتلحين الأوبريت، والمهندس مصطفى السويفي اللي وزعها. وبشكر كل فريق العمل، وبنهديها طبعا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر اداره الشؤون المعنويه على الفيديوهات الجميله اللي احنا استخدمناها، وبنشكر هيئه قناه السويس على الفيديوهات اللي استخدمناها في الاوبريت، واللي انا شرفت بعمل المونتاج ليه واخرجته للعرض على التلفزيون. وابني وعمر زي ما بيقول الاوبريت، الموسم الخامس من البرنامج هيكون بعنوان عمار يا مصر. وفي مثل انجليزي بيقول: When there is a will, there is a way. متى وجدت الاراده نجد السبيل. واحنا عندنا اراده قويه ان احنا نقدم ماده اعلاميه محترمه تليق بالمشاهد المصري والعربي، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم. واسمحوا لي قبل اي حاجه برضو ارحب بالزميلتين اللي انضموا لبرنامج تأملات انسانيه، زميلتي العزيزه رباب الشرنوبي والزميله العزيزه الورده الجميله اللي منوره اللي جت متاخره النهارده هدير امام. اهلا بيك يا هدير، سعيد جدا بوجودك معانا يا رباب، وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون موسم موفق علينا جميعا. احنا هنتكلم في الموسم ده بعنوان عمار يا مصر، والموسم ده هنتناول فيه النماذج الايجابيه الملهمه، ومعانا كذا نموذج في الحلقه دي هنتكلم عليهم، وكلهم في اطار التضحيه وفي اطار الابداع عشان نقدر نواجه الضيف الثقيل اللي مشرف على كل انحاء العالم دلوقتي، وهو فيروس كوفيد 19. ايه رايك في موضوع كوفيد 19 ده يا استاذ محمد؟ لازم كلنا نكون عارفين ومتاكدين ان الطبيعه بتحب المقاومه، ولازم نبقى عارفين ان ده هي حاجه سهله جدا لو احنا اهتمينا وعملنا اللي علينا ناحيتها، ان احنا نتعدى على الفيروس ده بسهوله جدا، لانها بسهوله جدا لو غسلت ايدك ميه وصابون ولبسنا الكمامه وعملنا مسافه بيننا وبين الشخص اللي قدامك، الموضوع هيتحل ويبقى الموضوع دوت سهل جدا، لان الفيروس بسهوله بيموت بميه وصابون. على فكره وانت بتتكلمي كده على الغسيل وغسيل الايدين وكده فكرتيني بمامتي وهي بتغسل مواعين. طبعا يعني كل امهاتنا في البيوت كلها اهم حاجه عندها غسيل مواعين ما يبقى عليها دهون، وبما ان الشغل الشاغل لينا هو دلوقتي فيروس كورونا، فطبيعي كلنا قاعدين بنقرا عنه عشان هو دلوقتي محوطنا من كل اتجاه تقريبا، في البيت بره من فوق من تحت، هو دلوقتي احنا مش عارفين هو فين دلوقتي. فكل اللي جه في دماغي وانا بقرا عنه معلومات ان انا لقيت من اهم المكونات الاساسيه ليه ان هو فيه غلاف دهني بيحمي الماده الوراثيه الخاصه بهذا الفيروس، تمام؟ فطول ما حضرتك بتغسل ايديك نفس فكره غسيل المواعين، لما بنحب ننظف الدهون بنفضل نغسلها كتير بالميه والصابون عشان نذوب الدهون وتزول وتلمع كده وتبقى نظيفه. نفس الحكايه ايدينا، عايزين نعملها نفس معامله المواعين، ان احنا طول النهار بنغسل ايدينا بالميه والصابون لنتجنب اصابه المرض او انه يبقى موجود على السطح بتاعنا او يعمل طبقه دهنيه تكون الفيروس دوت. كمان حاجه احنا عايزين نتكلم عليها، عدم الاختلاط، يعني نرجو عدم الاختلاط، عدم التواجد في اماكن مزدحمه، مراعاه المسافات الامنيه، نحافظ على صحتنا شويه بطريقه بس ان احنا نخرج من الفيروس دوت او نتلاشاه. هو ضيف وجاي لنا، هو الضيف مش هيطول لو احنا احسننا معاملته باننا نستخدم اساليب الوقايه، الغسيل، النظافه، استخدام الكمامه. بمناسبه يعني الوقايه والكلام ده، يعني يمكن كتير منا شاف في انتشار بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ان كتير من الناس بدات تستخدم ادويه التجلط والاسبرين والحاجات دي للوقايه من الفيروس، فايه رايك في الكلام ده يا استاذ محمد؟ طبعا ان في هيئه الدواء
انكرت الكلام ده وقالت ان لازم نرجع للدكتور المتخصص لهذه الحكايه. أيوة. مفيش اي حد ياخد اي عقار من غير ما يرجع للدكتور ويساله اخده ولا لا، ينفع ولا لا، لان ده قالوا ده كله كلام مش صح. مش صح. وما ينفعش السوشيال ميديا تعلن كل حاجه، تعلنها نقوم احنا ننساق وراها. بس بمناسبه السوشيال ميديا، هو في خبر منتشر جدا على السوشيال ميديا، هو حاجه لاول مره في الشرق الاوسط، ان وزاره الصحه دلوقتي عملت خدمه نقل التبرع ببلازما الدم المتعافين. دلوقتي هي اول حدث يحصل في الشرق الاوسط بالتعاون مع وزاره الصحه المصريه مع الفيسبوك، ان اي شباب عندنا فوق سن 18 سنه من حقهم التبرع ببلازما الدم لاصحاب الحالات الحرجه. التبرع ده بيتم ازاي؟ ان حضرتك اي شاب عندنا فوق سن ال 18 من حقه ان هو يملا ابلكيشن خاص او يدخل على الموقع المخصص لوزاره الصحه، ان هو بيكتب ان هو عايز يتبرع او ان هو جاهز ان هو يتبرع، بيجي له مسج او رساله على الموبايل الخاص بيه من اقرب فرع طبي، وهم 28 فرع طبي على مستوى الجمهوريه. اقرب فرع طبي ليه بيوصله رساله ان هو بيقول له ان انت حضرتك ميعادك كذا عشان تيجي تتبرع بالدم دوت. بس في حاجه نبه ليها الدكتور خالد مجاهد مستشار وزاره الصحه، طبعا دكتورة هاله زايد، ان هو قال ان المحافظه في تواجد الشباب اثناء التبرع. احنا مش عايزين نحلها من ناحيه وتبوظ مننا من الناحيه الثانيه، احنا رايحين نعالج بعض او ناخد بايد بعض، وبالذات فئه الشباب، لان انتوا دلوقتي اساس المرور بهذه الازمه، مرور دوله كامله بهذه الازمه. ليه الشباب؟ عشان هم طبعا مناعتهم بتبقى لسه قويه ما شاء الله، احنا بنستخدم المناعه القويه دي او الدم بتاعهم عشان نعالج الناس اللي مناعتهم ضعيفه جدا، الناس اللي ما عادش عندها مقاومه لهذا المرض. فنرجو المحافظه من الشباب حتى تواجدكم في الاماكن دي يكون على اساس المواعيد المحدده ليكم من وزاره الصحه علشان نتلاشى انتشار المرض. بس بعض الشباب بيتهيألي بدا كمان يستخدم البلازما دي في التجاره ويتاجر فيها. احنا دخلنا فعلا لقيناها منتشره جدا، ان في دلوقتي في حاجه اسمها تجار الحرب، وده للاسف انتشر بفتره فظيعه وخاصه الشباب، وده شيء مؤسف. هو بس يعني عايزه اقول لك يا رباب، بوجه لك برضو حاجه، زي ما في تجار حرب في ضحايا حرب. يعني لازم نحط برضو الضوء على الناس اللي بتنزل الصبح، الدكاتره الاطباء العظماء اللي بينزلوا كل يوم الصبح من بيوتهم بيواجهوا الفيروس بنفسهم، وعارفين ان هم اكتر ناس مواجهين للخطر دوت، ومع ذلك بينزلوا ومش خايفين من الفيروس وبيواجهوه بكل شجاعه. فطبعا لهم التحيه برضو ليهم طبعا، لازم نحييهم كلنا ونقول لهم طبعاً. ان انتوا يعني، ويمكن كنت قلتي لي ان في بعض الاطباء بيتعرضوا لمشاكل ومضايقات. والله انا في حاجه احزنتني بصراحه، انا سمعت بوست كان منزله دكتور من الدكاتره، دكتور اسمه اشرف ابدير، بيتكلم ان بنته طبيبه في مستشفى ما، وهي وزوجها برضو طبيب، تعرضوا للضرب بحامل المحاليل الحديد من احدى المرافقين لموت والدهم، ان هو مات بكوفيد 19. يعني الطبيب ملوش اي ذنب ان هو يتضرب او يتهان، ومع ذلك لسه في اهانات للطبيب. وتكررت يمكن واقعة زي دي، يمكن اعتقد في مستشفى بنها وفي المبرة، في كذا مستشفى بيتعرض افراد الطاقم الطبي. وعايزين ناكد برضو بشدة ان كوفيد 19 او فيروس الكورونا على مستوى العالم كله، الجيش الابيض اللي بيحاربه وبيواجهه مش الاطباء فقط، لا ده كل افراد الاطقم الطبيه، من اطباء وممرضين وعمال وكل افراد الاطقم الطبيه. فمليون سلام وتحيه لكل افراد الاطقم الطبيه. وعايزين من هنا، من برنامجنا، من برنامج تاملات انسانيه، نتقدم بمناشده لثلاث وزارات. من هنا، من برنامجنا، من برنامج تأملات إنسانية، نتقدم بمناشدة لثلاث وزارات: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التموين. زي ما قالت زميلتي هدير، قالت إن زي ما في تجار حرب في ضحايا، أنا هتكلم عن تجار الحرب اللي هم بدأوا يتاجروا بالبلازما، واللي بدأوا يتاجروا بالكمامات ويحتجزوها ويخزنوها، وبدأوا يتاجروا في أدوية الفيتامين سي والأدوية اللي بتستخدم للوقاية. احنا كلنا عارفين وبنسمع ان أدوية كتيرة بدأت تقل، مش عايزين نقول اختفت من الصيدليات، بس بدأت تشح وتقل جدا في الصيدليات. فاحنا بنناشد وزارة الصحة المصرية ان هي تبدأ تشدد جدا على أنشطة الاتجار في الأدوية، وتبدأ تعمل حملات مكبرة بالتعاون مع وزارة الداخلية
لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، وزاره الصحه، وزاره الداخليه، وزاره التموين. التموين ودايما دايما احنا بنشوفهم حملات مكبره وحملات موسعه بالتعاون مع وزاره الداخليه، ويبداوا يعني يحطوا يعني ما يعني حاجات صارمه وقيود صارمه على الناس اللي ممكن تتاجر بالحاجات دي او تحتكر الحاجات دي او تخزنها عشان تحقق مكاسب جباره. وايضا وزاره الداخليه يعني عليكم عامل كبير جدا في حمايه الاطباء، اطباء مصر امانه معاكم، لازم نحافظ عليهم لان احنا كمان محتاجينهم بشده في الازمه دي. للاسف ان حضرتك بتتكلم على شباب بس، ورغم ان حضرتك بتتكلم على شباب احنا عندنا امثله كويسه جدا لشباب لسه، دليل ان في انسانيه وفي رحمه وفي تواجد ما بين الناس. عندنا شاب اسمه عمرو احمد، الشاب دوت قال ان هو جاهز ان هو يساعد اي اسره اثبت مرضها او اصابتها بمرض كورونا، انه مستعد يساعدهم من وقته او هيستقطع من وقته من 5 اخر النهار ل 12 بالليل، انه يلبي اي طلب ليهم وانه جاهز في اي وقت. ولذلك استوقفني لما قريت الموقف بتاع عمرو دوت مقولة الأستاذ نجيب محفوظ لما قال الإنسانية صلاة أيضا لها حسنات أفضل بكثير من ركعات بعض المنافقين، لأن في وسط الزحام والهيصة اللي احنا عايشينها دي والأخبار السيئة اللي مليانة من كل اتجاه لازم يظهر نموذج كويس ونموذج يثبت إن لسه في إنسانية وفي رحمة زي عمرو، تحية له طبعا، ويا ريت يبقى قدوة ومثل أعلى لكثير من الشباب. يا ريت نبطل نتاجر، احنا في أزمة ومحتاجين وقفة الشباب لأن أنتوا أساس البلد دي، فنرجو ان احنا نخرج بره دايره الاتجار وان احنا نستغل الفرصه دي. احنا عايزين نقف جنب بعض، تنتشر الرحمه، ده وباء ولازم نتكاتف عشان نخلص منه. حقيقي والله يا رباب فعلا. كمان في خبر كان عجبني جدا ان ممرضه اسمها سحر علاء الدين، دي ممرضه من اسوان، كل يوم بتجيب شنطتها وحاطه فيها كل الازحافات الاوليه بتنزل بيها لاهل اسوان كلهم، بتعدي لاي حد عايز مساعده، اي حد عنده اي حاجه بتعرف تسعفه تقدر تقدمها له بتقدمها له، وبتقول انا ببقى سعيده جدا لما بقدم دعوات. على فكره دول الناس المؤمنه بقضاء الله، الناس اللي ماشيه بمبدا كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ده وباء محدش كبير عليه، كلنا معرضين ليه، كل اللي فيها ان احنا نرضى بقضاء الله، نعرف نتعامل معاه كويس. أكيد. نحسن استخدام معاملته عشان هو يرحل بسرعه. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونسمع اغنيه برضو في اطار الكورونا والفنان الجميل المغنواتي مصطفى، والاغنيه اللي رشح عرضها على شاشه برنامج تأملات انسانيه في الحلقه الاولى من الموسم الخامس عمار يا مصر، هو الاخ العزيز والزميل المحترم الدكتور محمود برعي. ودكتور محمود برعي هو خبير تنميه مستدامه وعامل برنامج جميل بيتعرض على شاشة التلفزيون أيضا اسمه ابن البلد والتنمية المستدامة. بحييك يا دكتور محمود على الترشيح الجميل وعلى الأغنية الرائعة اللي حضرتك بعتها لنا، ودايما يعني إحنا كزملاء وأي زملاء في أي مجال لازم ندعم بعض. وليا مقولة بتقول الناجح عادة يدعم الناجحين لأنه يؤمن أن أي نجاح لأي فرد هو نجاح للتجربة الإنسانية بأكملها على سطح ذلك الكوكب. اسمحوا لنا نطلع الفاصل ونرجع لكم مع اولى حلقات الموسم الاول، الموسم الخامس من برنامج تأملات انسانيه عمار يا مصر. اهلا لكم مره ثانيه مع اولى حلقات برنامجكم تأملات انسانيه في النسخه الخامسه من البرنامج الموسم الخامس اللي هيكون بعنوان عمار يا مصر. اننا نكون مستمرين على مدار 5 مواسم متواصله، ده انا شايف انه نجاح كبير وثقه كبيره نعتز بيها. اننا رغم الانحدار في الذوق العام نفضل محافظين على اننا نقدم ماده اعلاميه متميزه ونحتفظ بالمحافظه على الذوق العام، ده ثقه كبيره ونجاح كبير نعتز بيه. ان برنامجنا يتقدم له 94 زميله يكونوا عايزين ينضموا لفريق عمل برنامج تأملات إنسانية، لما أعلننا أن احنا عايزين مجموعة تشارك معانا في إعداد وتقديم وتسويق الموسم الخامس من برنامج تأملات إنسانية، تتقدم لنا 94 زميلة، ده نجاح كبير وثقة كبيرة نعتز بيها. أن احنا نقدم 18 مذيعة يطلعوا على شاشة التلفزيون و15 منهم تكون أول تجربة ليهم كمقدم برامج، ويطلعوا ال 18 على شاشه تأملات انسانيه، ده نجاح كبير وثقه كبيره نعتز بيها.
ان احنا ندفع من جيوبنا احيانا عشان نحافظ على الكيان وعلى المشروع اللي بدأناه اللي هو مشروع تأملات إنسانية، ده نجاح كبير وثقة كبيرة نعتز بيها. ان احنا نرفض ان اي ضيف يجي معانا في حلقة، والطلب مننا كتير ان ضيف يجي معانا في حلقة عشان يعلن عن منتج او يعلن عن خدمة، واحنا نرفض ونفضل محافظين على ان احنا برنامج اجتماعي انساني، احنا مش برنامج تيلي شوب، احنا بنناشد الناس ان هي تدعمنا وتقف معانا وتساعدنا عشان نقدم قيمة انسانية ونساعد في دعم القيم الاجتماعية النبيلة، مش عشان نطلع نعمل اعلان عن منتج او نطلع نعمل اعلان عن خدمة. اننا ننزل من بيوتنا في الظروف دي ونظل متمسكين بتقديم رسالة اعلامية محترمة ونقدر ان احنا نتواصل معاكم من خلال الشاشة رغم انتشار فيروس كوفيد-19، واحنا بنضحي بانفسنا وبنتعرض لاحتمالة الاصابة بالفيروس، بس الحمد لله احنا واخدين هنا في برنامج تأملات انسانية كل الاحتياطات. حتى هدير كانت جاية من غير كمامة مرضوش يدخلكم من على باب مدينة الانتاج الاعلامي، وانا اسعفتك وطلعت جري بالكمامة، بس هم صراحة طلعوا جدعان وادوكي كمامة. بصراحة فدي ده نجاح كبير وثقة كبيرة نعتز بيها. اسمحوا لي ان انتوا تعرضوا لي الفيديو بتاع الروبوت بتاع المهندس محمد عبد الرحمن، وهي تجربة جميلة جدا عملها شاب في مقتبل العمر، وانا بحترمه وبحييه وبرفع له قبعة. عمل روبوت بيتنقل في الطرقات، يا ريت لو تسمحوا في الكنترول استاذ سامح الهواري يعرض لنا الفيديو لو ممكن. هو اخترع روبوت بيتنقل بين الطرقات في المستشفيات، وبيبدأ الروبوت ده يقدم الاكل ويقدم الأدوية ويقدم الوجبات للمصابين، ودي حاجة جميلة جدا صراحة. ويمكن حضرتك يا هدير يعني احتكيتي بالمجال الطبي واشتغلتي فترة، فإيه رأيك في موضوع الروبوت ده؟ ده ما شاء الله يعني فكرة هايلة جدا. ان هو يفكر الفكرة دي، ان اولا هتقلل الإصابات جدا والاحتجاج بالمرضى اللي عندهم فرز، فالموضوع هيبقى طبعا كويس جدا. يا رب كده يجمع على خير، ويا رب ان مصر دايما زي ما هي معطاءه، زي ما هي دايما مصر سباقه. يا ريت ان احنا نفضل نشجع الشباب اللي عندنا زي اصحاب الفكره الجميله دي، ان هم يفضلوا يبتكروا، ونفضل احنا السباقين، ونفضل احنا الموردين، ونفضل احنا اليد العليا في الطب وفي الاختراع وفي الادب وفي العلم وفي كل شيء. وربنا يعدينا كلنا من الازمه دي على خير، وتفضل مصر محميه من فيروس ومن غيره، ونرجع تاني ان شاء الله بعد الازمه دي زي ما كنا عايشين في امان وسلام ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. ازمه وهتعدي باذن الله، والمصريين معروفين ان هم يعني في الازمات بيبقوا كلهم ايد واحده، بس ارجوكم يعني في ظل الموجه الحاليه من المطالبه برجوع الحياه لطبيعتها، وفي ظل بعض الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه المصريه، ورئيس الوزراء طلع من يومين واعلن ان هيمد فتره فتح المحلات ساعه، وان الحظر تم تقليص ساعات شويه بقى من 8 ل 4، وان هيبدا العمل قريبا في النوادي، وهيبدا بان احنا اجراءات التعقيم والحاجات دي. فارجوكم احنا مش فتحنا الدنيا فمولد بقى وهسه زي المصريين ما بيفرحوا، لا، احنا الدنيا بتتفتح بشكل تدريجي، بس ده لا يعني ان احنا نظل متمسكين باجراءات الوقايه وباجراءات التباعد الاجتماعي. ولا ايه رايك يا هدير؟ احنا انا من هنا بناشد كل الناس، ان بقول لهم يا جماعه هم اربع خطوات هنعملهم: نغسل ايدينا بالميه والصابون، هنلبس الكمامه، هنعمل مسافه امنه بيننا وبين اي حد هنقرب له، بس كده. هو ده، هنحمي نفسك، وما تحمي نفسك هتحمي غيرك. ليه كل الناس تتعامل كده؟ وان شاء الله يعني فتره وهتعدي باذن الله. باذن الله فتره وهتعدي. ويمكن كنت قلتي ان في حمله للتطعيم ضد شلل الاطفال يا رباب. في حمله هتبقى ضد التطعيم ضد شلل الاطفال، بس يا ريت ان الحمله دي بلاش تواجد الاطفال بالذات في الاماكن اللي هي بتاعه التطعيم، لان طبعا احنا عارفين ان اي وحدات صحيه او اي عيادات خاصه او مستشفيات كبيره الاماكن المغلقه يعني بالذات طبعا بالاول ما بنعلن عن اي تطعيم او اي حاجه، طبعا كل الامهات بتنطلق على هناك، محدش بيستنى دوره، محدش بيبص، لان احنا في فتره ما ينفعش فيها كده خالص. فاحنا هنطالب وزاره الصحه او نطالب الامهات ان كل واحده لو سمحتوا تلتزم بيتها، ونرجع تاني زي الاول ان كل ممرضه تبقى مسؤوله عن منطقه سكنيه معينه، يعدي الفريق الطبي اللي هو طبعا تحياتنا لكل الممرضات طبعا،
تعدي بعدد الأطفال اللي في المنزل أو في البيت أو في العمارة دي، هتعطيهم التطعيم وهم قاعدين في مكانهم امنين نكرر سلمين. برضو، ودي مناشده بنوجهها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزي دايما ما بنتواصل مع سياده الرئيس من خلال برنامجنا تأملات انسانيه، احنا بنناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يحمي 6 مليون طفل من لا قدر الله احتماليه اصابتهم بفيروس كورونا. فيعني احنا نتمنى ان التطعيم ده يكون في اماكن مفتوحه زي ما قالت دكتوره رباب، وباذن الله يعني تكون يعني فتره وهتعدي، وان شاء الله انا واثق انها فتره وهتعدي. وقبل ما اختم الحلقه يعني اسمحوا لي ان انا اتوجه بالشكر لكل فريق العمل، سواء المذيعات الجميلات الوردتين اللي منوريننا في الاستوديو، او سواء الزميلات اللي هينضموا بعد كده لبرنامج تأملات انسانيه. واتوجه بالشكر الاخ الكبير استاذ سامح الهواري، رئيس تحرير برنامج تأملات انسانيه، اللي ظل معانا الموسم الثالث والرابع والخامس، وان شاء الله الى ما شاء الله ظل 3 مواسم على التوالي هو رئيس تحرير وبيدير الكنترول بكفاءه. بوجه الشكر لاخويا الكبير الاستاذ نبيل بسيوني، مدير علاقات العامه للبرنامج، والاستاذ احمد اسامه، مدرب التنميه البشريه المسؤول عن السوشيال ميديا، والاحمد بيه محروس، المشار احمد محروس، المشار القانوني للبرنامج. وبوجه رساله شكر لكل المشاهدين اللي بيشوفونا في جميع انحاء العالم، وانتظرونا في الحلقه القادمه من برنامج تأملات انسانيه الموسم الخامس. عمار يا مصر.